بات اللاعب الدولي المغربي عبد السلام واد مرشحا بقوة للانضمام الى الطاقم التقني للمنتخب الجزائري بطل الكان الاخير بقيادة المدرب جمال بالماضي. وكشف مصدر مقرب من الدولي المغربي السابق في حديث لشوف تي في مساء اليوم الثلاثاء ان واد بات قريبا من الانضمام لطاقم بالماضي، مبرزا في السياق نفسه انه يتوقع ان يكون حاضرا في المعسكر المقبل للخضرة. واوضح مصدرنا ان جمال بالماضي هو من اقترح انضمام واد لطاقم بالنظر للصداقة التي تجمع بينهما منذ مدة طويلة.